كوريا الجنوبية هي خامس أكبر منتج للسيارات على مستوى العالم. عندك فكرة إن شركة هيونداي موتور اللي بالمناسبة بتمتلك هيونداي وكيا وجينيسيس من المتوقع إنها تبقى ثالث أكبر شركة من حيث المبيعات في 2032؟ كوريا ليها بصمة كبيرة في عالم السيارات، وكمان هيكون لها تأثير على مستقبلها في العالم. عشان كده ما كانش ينفع ما نشوفش العربيات هناك ونجربها. سلام، يا نهار ابيض، ده حلو حلاوة. فخامة قوي، تحس انت راكب مكوك فضائي مش عارف. حلوة العيونك دي، لان في عربيات كتير شفناها مش موجوده في مصر. سلام، ده بيرجع لورا. بص تريكسيون بيطلع لفوق وايه. الحاجات دي جامده قوي. يا سلام. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.